على الجهة اليمنى يلعب كرة عربية داخل منطقة رأسية فراس والطائرة الرئيس كينسيه. السلام الله عليكم. هكذا أيضا شفنا قبيل رياض محرز، هذا التنقيط أيضا تاع رياض محرز تحصل على 7.2 رياض محرز مثل ما تشاهدون في هذه الصورة. أيضا كريم بنزيما تحصل على 7.9. تكلمنا أيضا على الخريطة الحرارية اللي راكم تشوفوا فيها رياض محرز اليوم، الجهة ذيك حرثها يعني قام بأداء جيد عكس المباراة اللي فاتت. كان في واحد المرات يعني يتعب ويبقى يتفرج فيهم، أنا شفته بالك الإرهاق والسخانة مزرمو الفش الجو. لعبوا أكثر من 90 دقيقة، تسديدات المرمى كانت واحدة، تسديدات تم اعتراضها كانت صفر، محاولة مراوغة كانت 4 من 2، لمسات كانت 60، تمريرات دقيقة كانت بمقدار 83%، خلق الفرص كانت واحدة، العرضيات كانت 6 من 3، الكرة الطويلة كانت 4 من 4. يعني المبارزات الأرضية كانت 10 من 3، يعني فقط فاز ب3. المباريات الهوائية أو المبارزة الهوائية كانت 6-7. كما راكم تشوفوا هذه هي الخريطة الحرارية أيضا لرياض محرز. خليني صورت لكم هذه اللقطة بالعاني باش نحطها في المنتدى. رياض محرز اليوم قدم يعني مباراة جيدة لا بأس بها، وكان هو من يعني هو اللي عطى التمريرة المفتاحية، وهذه خريطة تاع كريم بنزيما يعني 7.9. لم يكن محظوظ اليوم، مرة يعني صارت له، المرة الثانية كانت تسلل، أما المرة الأولى كان هدف صحيح، لكن بعد الرجوع إلى الفار كان إلى الفار كانت هناك عرقلة ل لاعب الأهلي، ويعني خطأ قبل الهدف، يلغى الهدف، هذه معروفة. كما راكم تشوفوا هنا نسبة الاستحواذ اللي كانت بين النادي الأهلي وبين الاتحاد، يعني اتحاد جدة الديربي. الله يبارك، يعني اليوم صح شهدنا مباراة جيدة وشهدنا صح ديربي يعني في إثارة، زاد الجمال تاعو الجماهير السعودية اللي شفناها متحمسة وشغوفة بكرة القدم، خاصة في هذا الديربي عكس المرات اللي فاتوا شفنا كانت شوية يعني ما كاش جماهير بزاف، لكن هذه المرة ما شاء الله يعني ديربي بمعنى الكلمة. والسلام عليكم، ما خلي لكم بعض لقطات لرياض محرز وخليت لكم تمريرة حاسمة، بعدها ممكن في القناة الثانية ما نحط لكم كل ما فعله رياض محرز. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.